والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتك. حلقة اليوم تكون تحت العنوان الرئيسي What is JavaScript؟ وتحت العنوان ده راح نتكلم في ثلاث نقط أساسيين. النقطة الأولى التعريف التكنيكالي، التعريف التقني، التعريف العلمي لجافاسكريبت. النقطة الثانية بيكون تحريفها داخل الناتشرال انفايرومنت، إطار عملها. النقطة الثالثة بتكون إيه اللي بيحصل لما نحط في شريط العنوان بتاع المتصفح تبعنا عنوان لموقع معين ونبرس انتش. طيب نبدأ بتحريف التكنيكالي لجافاسكريبت. دايركتلي راح نروح على الويكي. بيقولها الويكي بتقول يا جماعه جافا سكريبت بتتنطق كده جافا سكريبت اوفن ابريفييت از جي اس، اختصارها بتكون جي اس. وبيقول لي اتس ا، ان اول حاجه بتكون هاي ليفل اول فيتشر. النقطه الثانيه بيكون دايناميك. النقطه الثالثه بيكون ان تايبد. الرابعه اوبجكت بيست. الخامسه مالتيبل باراداين. الستة interpreted programming languages. دول ست فيتشرز أساسيين لجافا سكريبت alongside HTML and CSS. ها يعني بتشتغل جنب HTML و CSS. JavaScript is one of the three core technologies of web for worldwide web content production. It's used to make web page interactive and to provide online programs including video games. ده تعريف الويكي للتكنيكا، التعريف التقني لجافا سكريبت. طب من الواضح ان التعريف محتاج ما شاء الله من الوقت علشان نحاول نلخصه، ولكن القصد من القصة دي او الشاهد من عرض التعريف اني نحاول نقول لحضرتك ان جافا سكريبت موضوع واسع شوية واحنا هنحاول نقصله. التعريف ده ضم فيه مجموعة من الخصائص، كما انه ضم فيه تقريبا زي الهدف من الجافا سكريبت. علشان كده الامر ده هيخلينا نوضح التعريف بشكل ابسط شوية. علشان كده هنروح للنقطة التانية، تعريف جافا سكريبت داخل ما يسمى بالناتشورال انفايرومنت او بيئة عملها او اطار عملها. كلنا نعرف كويس خالص ان طالما احنا بنشتغل بروجرامينج لانجوج او سكريبتينج لانجوج المفروض يكون في اطار هو اللي بيتولى مساله انه يطلع لي نتيجه. يعني انت عارف ان هو شغال اوبجكت بيست، يبقى انت هتشوف النتيجه قدام منك قدام عينك. ايه بقى الاطار ده؟ ده البراوزر يا جماعه. البراوزر هو البرنامج المسؤول عن ترجمه الاكواد واظهار النتائج عليها. طيب تعريف جافا سكريبت داخل الناتشرال انفايرومنت ما بين دبل كوتيشنز والبراوزر، لازم ناخد بالنا من نقطة في قمة الأهمية والجمال سبق وإن احنا حكينا فيها قبل كده وهنحاول نأصلها مرة تانية. الويب براوزر كويب براوزر بيشوف الويب بيج على 3 لاير، ها اسمهم 3 طبقات. الطبقة الأولانية من تحت لفوق زي ما بيقولوا كده، الرسمة دي بتقول لك الـ richness of user experience أو ما نطلق عليه الـ UE user experience. كمان شوية يعني في المستقبل هنعرف الـ UI والـ UE والحاجات الجميلة دي. أول طبقة بتكون الـ content أو بيكون الـ HTML markup. أول layer بتكون في الـ web page، أول طبقة بيهندل معاها البراوزر بيتعامل معاها بتكون الـ content. ال HTML المارك اب، من غير HTML مفيش كونتنت، يبقى مفيش موقع. طالما مفيش مارك اب لانجوج ما عنديش موقع، لازم ده يكون موجود لان ده المحتوى اللي البراوزر هيستدعيه. يبقى اول لاير بيتعامل معاها الويب براوزر بيكون ال HTML الكونتنت يا جماعه. حلو كده. ها اللاير الثاني، الطبقه الثانيه بتكون عباره عن البرزنتيشن، ها اللي هي ال CSS المظهر، بيسموها كده البرزنتيشن لاير او ما نطلق عليه طبقة المظهر، ودي مسؤولة عن الالوان والديكوريشن والكلام الجميل ده. طيب من غير CSS الامور تشتغل عادي جدا طالما في كونتنت مش مشكلة المظهر، لكن من غير الكونتنت ال CSS هتهندل مين؟ هتهندل الكونتنت. يبقى لازم ان يكون في كونتنت، مش مشكلة تكون ال CSS مش موجودة، لكن لازم ان يكون في ال HTML موجود. حلو خالص. وكان كلامنا يمكن نكون اصلنا الحديث في اكتر من مرة عن دور الـ CSS في انها تتعامل مع الكونتنت بتاع الـ HTML علشان يظهر بشكل كويس. حلو،
الطبقة الثالثة بتكون الجافا سكريبت، ودي للأسف مش برزنتيشن لاير، بيسموها الانتراكتيف لاير. ها الانتراكتيف لاير لو بصيت على الراجل ده هو مسميها البيهيفيور. ها بكل الأحوال بيهيفيور أو انتراكتيف معناها إن في سلوك، يعني في فعل، وأي فعل بالضرورة بيتطلب إنه يكون عليه، إنه يكون ليه رد فعل على الناحية التانية. حلو خالص. يبقى الجافا سكريبت الطبقة الثالثة، واللي دي بتمثل للويب براوزر طبقة السلوك. او ايه طبقة السلوك؟ دي الطبقة اللي البراوزر بيها هيحاول يكلم اليوزر، ها، وينتراكت معاه. يعني ايه انتراكت معاه؟ يعني لما اليوزر يعمل حاجة معينة البراوزر يرد عليه بحاجة معينة. طب لما اليوزر يغير الحاجة دي يروح البراوزر اوتوماتيك مغير الحاجة دي بتريجر على حسب التريجر اللي بيوجع عليه، وده الفوكس من جافا سكريبت. جافا سكريبت هي المسؤولة عن مسألة الانتراكتيفيتي ما بين الاند يوزر المستخدم النهائي وما بين الويب براوزر. قصتها في انها تترجم الكلام اللي هيتقال، اللي هيقوله المتصفح للمستخدم، ولما المستخدم يرد على البراوزر البراوزر يرد عليه ازاي. ديت دور الجافا سكريبت. حلو خالص. ده النقطة التانية اللي احنا حابين نأصلها. النقطة التالتة بتكون عبارة عن ايه اللي بيحصل لما نحط في شريط العنوان بتاع المتصفح بتاعك عنوان لموقع معين وتضغط على انتر. انا عايزك تركز معايا بالله شويه في النقط دي. بيحصل خمس حاجات، تمام؟ والكلام ده ملخص يعني. ها ايه اول حاجه بتحصل؟ اول حاجه الكلام ملوش دخل موضوع الشبكات والسيرفرات، لا لا لا، انا بتكلم بس على الجانب التصميمي يعني. اول حاجه بتحصل ان ملفات الكونتنت، ها، ال HTML بتنزل، ملفات المحتوى بتنزل، ملفات الموقع، ها، ملفات الاندكسز، الصفحات الاساسيه بتاع الموقع بتنزل يا جماعه. اول حاجه بتنزل ملفات الاندكس، ملفات HTML، ملفات المحتوى. حلو، نزلت ملفات المحتوى، يحصل ايه؟ الخطوه الثانيه بتكون تنزل ملفات CSS والجافا سكريبت. ها الخطوه الاولانيه يبقى بتنزل ملفات HTML وتشتغل، الخطوه الثانيه تنزل ملفات CSS والجافا سكريبت، ها تنزل بس ما تشتغلش. يعني ايه تنزل؟ يعني تنزل في الكاش. ايه الكاش؟ ده المكان الصغير اللي بتنزل فيه الداتا في قلب المتصفح قبل ما تظهر عليه، قبل ما تظهر قدام من عينك. يبقى في حاجه اسمها الكاش بتاعت المتصفح، ده زي ايه؟ ذاكره صغيره كده، الحاجه بتفضل فيها بشكل مؤقت، ها، لحين ما تتزج علشان انت تشوفها. ده الكاش. حلو، اهو ملفات الجافا سكريبت والسي اس اس بتفضل في الكاش ده. حلو، بس ما بتشتغلش. لا ما بتشتغلش. ها الخطوه الثالثه بتكون عباره عن ايه؟ تفتكر انت مين بيشتغل الاول، الجافا سكريبت ولا السي اس اس؟ ها حلو، اللي بيشتغل الاول الجافا سكريبت. طيب مش منطقي؟ مش منطقي. ازاي؟ احنا بنقول ان اللاير تاني بيكون عباره عن البرزنتيشن او المظهر، ازاي الجافا سكريبت بتشتغل؟ طيب اللي انا عايزك تفهمه بمنتهى البساطه وبمنتهى الوضوح ان الجافا سكريبت بتكنترول في ال CSS، ها، وبتكنترول في ال HTML برضه. حلو، جميل خالص. انا مش قصتي بقى الكلام ما بين جافا سكريبت و CSS، لان ده قصة كورس تاني خالص، الفريم وركات. لا، انا قصتي بقى في الكورس ده انك تخلي الجافا سكريبت تتكلم ال HTML. حلو، وطالما الجافا سكريبت هتكلم ال HTML يبقى الجافا سكريبت هتتحكم في ظهور الكونتنت المحتوى. يبقى نقف واحتراما وتعظيما لجافا سكريبت، لانها قبل ما يظهر المحتوى لازم تتحمل ملفات الجافا سكريبت علشان تتاكد ان المحتوى هيظهر بشكل كامل ولا لسه جافا سكريبت محتاجه انها تتعامل مع المحتوى وتتحكم في اجزاء من المحتوى تظهر واجزاء من المحتوى ما تظهرش. ها ده دور الجافا سكريبت. علشان كده بقول لك بتنزل ملفات ال HTML، بعدين بتنزل ملفات ال CSS والجافا سكريبت، واول حاجه بتشتغل بتكون ملفات الجافا سكريبت. ليه؟ علشان تعرف هل في حاجه في ملف الكونتنت، ملف الويب بيج، ملف ال HTML اتغيرت ولا لا. طب ما فيش، يبقى يتعرض ملف ال HTML. حلو، الخطوه الرابعه بتكون ان تطبق بقى ملفات ال CSS علشان كل حاجه تظهر على الشكل المفروض انها تكون عليه.
تمام. وحتى لو كان في لغه للحوار ما بين السي اس اس وما بين الجافا سكريبت، فالجافا سكريبت خلاص اتحملت في الاول، فهي اللي هتملي على سي اس اس ايه الكلاسات اللي تظهر في الاول وايه الكلاسات اللي تظهر بعدين وايه الكلاسات اللي تظهر لما اليوزر يعمل اكشن معين والكلام الفاضي ده. النقطة الخامسة والأخيرة إن الجافا سكريبت بتفضل دايما شغالة في الخلفية، دايما بتفضل شغاله في الخلفيه. يا جماعه احنا بنقول الرول، ها اسف، بنقول البيهيفير. ليه؟ لانك انت احتمال انك تضرب قلم لصفحه الويب بيج فترد عليك هي بقلم تاني، في اي لحظه ممكن انت تضربها قلم هي ممكن ترد عليك بقلم تاني. يبقى في اي لحظه اليوزر ممكن يعمل تريجر، يستدعي تريجر معين، الصفحه بترد عليه بريتريجر باكشن تاني. فعشان كده دايما الجافا سكريبت بتفضل شغاله في الخلفيه استقبالا، دايما بتفضل جاهزه انها ترد على الاكشن اللي هيعمله اليوزر. ده تبسيطا كده ليه ايه اللي بيحصل لما انت بتكتب ويب سايت معين وتضغط انتر في شريط العنوان. تلخيصا، الجافا سكريبت بمنتهى البساطه والوضوح هي سكريبتنج لانجويجز بتسمح لك انك تكتب، انك تنشئ، انك تخلق برامج بسيطه داخل الناتشرال انفايرمنت ويب براوزر. البرامج دي بتشتغل على المتصفح. اي نعم هي اعمق بكتير واكثر تعقيدا بكتير من انها تكون كده، لكن ديت ستارت اب بوينت، ديت نقطه بدايه. اسف جدا الاطاله، لكن لازم كان نحط الاساس النظري ده قبل ما نشتغل في الجافا سكريبت. نتقابل الحلقه اللي جايه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودائعه. كل سنه وحضراتكم طيبين، دمتم بامان الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.